اخيرا خلطنا للكو جينا باش نطيبو. هو مش طاطيب طاطيب خاطر باش نعمل حاجه ياسر سهله، ميم سي محمد وادم مغرومين بالطاطيب ظهر فيهم، يعرفوا يطيبوا الكسكسي، يعرفوا يطيبوا الملوخيه، ما المقرونه واللوبيا والمقرونه مره اخرى. شنو يا اخي بفهم حاجه سهله مهله وبنينه ونجم ناكلوها في الصباح في البوتير هذو معنا المكتب اسمها كاسكروت، تعرفوا تطيبوها ولا ايه؟ باهي، في الدار شكون يعملكم كاسكروتكم؟ وحدكم ولا امكم ولا ابوكم؟ انا وماما. باهي تو باش تعلم تعملوا وحدك. باهي سلمي عنا هوني شنو؟ خبز. خبز بادمي باش بطنيه هكا ريحته بنينه ويمشي بدا يتقرمش. عنا طام توميت، عنا جامبون، عنا زيتون. انت كان عندك وريقه سلطه تنجم تحطها، كان عندك مثلا فقوس تنجم تقصه اون رونديل وتحطه، قد ما عندك حاجات يومي نافعه تنجم تحطه في كاسكروت. باهي الخبز دونك باش تاخذ ريحه الخبز نتاعو، ما كانش تاكلو شايح ما لازم نبنوه. قلكم باش نبنوها؟ باهي نعرف بالخضروات. بل الخضروات لازم حاجه باش نجمو نعملو بها التغطيه. جبن اي با نيمبورت كيل جبن. عندي هوني دونك لو مون كاري من كان دو ديليس هاكا، دونك فيه لي فيتامين كيما العاده، لو فيزوال يشهي واخزرو قداش الي كريمو. دونك لو كاري هذا قلت الجبن مصنوع من الحليب. اكزاكتومون كيما الحليب زاده. اكزاكت الحليب مصنوع بالحليب الحق من البقره. من البقره بالجبنه زاده. شوف قداش ساهل باش نعملو هكا، نحلو باش يبدا عندك ان كاري تدا باش تحطو فوق الخبز نتاعك وتعمل التغطين نتاعك. تفضل ساهل ماهي ساهل ماهي نحلو واحد حتى هو ساهل الحقيقه في حالي نعمل هكا. اي حتى انا باش نعمل معاكم ميلا. باهي دونك باش نحط انا زاده هوبلا ناخذ دونك لو كاري ميل كان نتاعي وكان تحبوا ريتكي تعرف 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 بشوية خدك تزرب. خليني نحب سنية. ليه عدوا عملوا لك ما احنا ديليس يكسر كريم وعملوا يتحل سهل. انت تزربتش القصة ما جربتش. في الدنيا الكل لازمش نزرب وراء وما فما حد شيء زربنا وكل شيء لازم نعمله كيف. اي بيقع فلسي تهز معي. انت خاطر تزرب قاعد والله قاعد تزرب يا محمد بشوية بشوية. نديمه نزل حتى الطبخ والزربه. هلا الطبخ لازم تركيز. اكزاكتومون في بيك الطبخ مثلا الحاجات السكري. اما انت تو قلت نزل. باهي دونك شنو نعمل لا تارتين نتاعي؟ انا اذا الحقيقه باش نحط زوز جبن باش في لي دو بارتي يبدا عندي برشا. مغربي بلي سوبر هيرو كيما مثلا باتمان وسوبرمان وذوكم. انا نحب سبايدر مان. انت سبايدر مان وانت سوبرمان. انا باتمان نحب. هما فريق. هما فريق مع بعضهم صار. انا نحب هولك زيدا ياك اللي اخضر القوي. وزيدا نحب مرت هولك. عنده مرته؟ انا زيدا ديما مامتي كي تجي تتفرج على المسلسل ولا حاجه نقول نحب الدعسوقه قبل. دعسوقه يا لي كوكسينا نحبهم انا. حتى انا. دعسوقه نحبها. كنا في دارنا كوكسينين. في بالك الدعسوقه؟ هذيك ضعت لنا. بالحق خاطر تطير هي. أي. في بالك الكوكسينين اللي تجيب الحظ الباهية؟ مرة لقينا اكومه بيضاء واكومه كحله. انا نحب الحمراء فيها نكات كحل. ذكرني احكي على الاحمر ذكرت لي عندي هريسه محرحره موزوزه بنينه نتاع سيكام. تعرفوها هذي ولا ما تعرفوهاش؟ نعرفوها. تعرفوها استعملتوها قبل ولا ليه؟ ايه. تعرفوها فورمتها هكا ولا ليه؟ ايه اعرفها مامتي تحط لي فيها زيت وقت انا في الكسكروست. دونك سهله على الاخر باش نحل هكا باش نعمل وجه مبتسم مثلا هكا. طارت هكا كتولي حاره برش. نجم تحط اقل انا باش نحط هكا نحب الابتسامه. باهي وباش نحط وانا نحب قلب الجامبون تاعي هكا. زدت نحتاجها يا اخي. ليك هاو كان شي باش تزيد كان شي كان الهريسه تحب تعطت مثلا كان تحب هريستك ها باش نعملها هكا ريت هكا تقولي ماشي حاجه حتى تعرفي موز وزاوبين. ناقل الهريسه باش تعمل. فوالا نحط طام توماتي نحط زيتوناتي. فوالا انا باش نستخدم زوز جامبوات. إذا لي أسهل من هكا ما فهميش معناتها ويتقرمش. نحب ناكل أمازون تعديل ديسير دونك
نتعدي ونطيبوا جاتو بالشوكولاته بنين وبعد نذوقوا كل شيء فرد وقت. تابعونا. توا باش نطيبوا حاجه حلوه نحليو باش نولي. وش معنى حلي باش تولي؟ يقولوا حلي باش تولي معناتها كل حاجه حلوه باش هكاك تعاود تجي. تحبوا تعاودوا تجيو الملاكيت انتوما؟ اي اوكي. دونك باش نعملوا على ذكا جاتو. باش الجاتو باش نعملو بالشوكولا. جاتو بالشوكولا وانا عندي زوز احباء الشوكولاته وحده. بي اول حاجه باش نعملوها حطينا ماء في الطنجره نتاعنا. ايه؟ حلينا الغاز باش نحطوا الشوكولاته نتاعنا تذوب في صحفه ذي. فوالا بان ماري اسمه هكا في صحفه حتى تذوب شوكولاتتنا. وقتها شنو باش نعملو؟ باش ناخذ خديت الزبده نتاعي. دونك عندي زبده نتاع ديليس خرجتها من الفريجيدير قبيله شويه خاطر حاجتي بها ذايبه. اوكي باش ناخذ الزبده باش نحط 100 غرام كاملين. 100 غرام قد الباكو. فوالا 100 غرام كاملين باش نحط. اوكي فوالا فوالا اي فوالا. باهي هاكا كملتها زبدتي. كملتها بيه؟ كلها باهي. هيا ثلاثه. ها ثلاثه باهي. قسمت على زوج بيه ثلاثه. فوالا حطي الزبده نتاعك. اسمها مش هكاك كيف اصغر. ها انا خاطر تكمش نستعمل هذايا توا دونك ما يسالش. مع الزبده نتاعي باش نحط السكر. اوكي سكر برشا هذا سكر كامل. هذايا جاتو شوكولاته نقصه مرسويت صغار مش كبار. اوكي وباش نبدا. لا ما يعملش حس عاد ما تفجعوش. جست يخلط يخلط اما قاعد يخلط بالقوي. نجم يجيكم شويه زبده شويه سكر فيه. في وجهنا الحقيقة يسر كوي هذا. أنا مش قاعد يجيني في وجهي. بي توا الأولاد حشتي بيكم نو توا بالواحد بالواحد باش تكسروا لي كل مرة عظمة. بي شكون يحب يبدا؟ أنا. أي شو تعرف ها باش نكسر عظمة شوفوني بدا وأنتم عاد باش ناخذ العظمة نعمل تك وين كسرها. دقيقة نوريكم علاش عملت هكا خاطر نبداو نحطوا بالعظمه بالعظم. تو ابعدوا لان نطشكم بالعظم. بسم الله. اي بون. يطش. خاطر يسر قوي هذا. يطش. مو قاعد يمشي في عطا بلاص. كما قال هو انت عندك السرعه. عندنا ثلاثة عظمات نبداو نحطوا بالكعبه بالكعبه. العظمه الاولى حطيناها تو العظمه الثانيه باش يعمل لنا محمد. يلا. في الصحفه زيدها. اماك كما العظمه كنحلوها. زيدها زيدها زيدها. ليه ليه هوني زيدها طب في الصحفه بقى. يس يس نجحنا برافو عليك. هذه العظمه دقيقه تنعطيك. انا صغير نعرف نقص عظمه. ايوه انت قلت لك ما قلت لي تعرف تعمل كل شيء. طلعت بالحق تعرف تعمل كل شيء. سنة تنعطيك تعمل ديك سنة انا ما نعرفش نعمل العظمه فجاه وليت نعرف نعمل. توا العظمه الثانيه باش يدلي لنا بها شكون؟ ادم. يس اي ادم. قروح على سوريتك. قروح سيرش احنا عاملين جامع. زيدها زيد 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 فوالا توا في الصحف. يس برافو بجعتك. والله انا بجعتو اما برافو بارفيت صحيتك يا ادم. فوالا اما مش دورها كيفي انا اما هي هكا راك باش تخلص. شوف ها اوفر دونك مش مشكلة حتى تعرف. فوالا المهم ضحت كيف ما بما هذا. اولا قولوا لي كل مكون هذا شنو ترى؟ سكر. سكر اي شنو اخر؟ ملح. لا هو النجم. فارينة. هذا هي الفارينة. صب لي الفارينة وين نخلطها؟ به نصبها لك كلها. واو خلطوا الفارينة. دوبا معلتك حطت الطماطم في صافيس. باهي هذا الفرينة. بعد الفرينة شنو الحاجة الأخرى ترى؟ ادم قولي شنو هذيك؟ سكر. لا شنو هي الحاجة اللي نعملوها في الكوجي في اللي غوسيت باش الحاجة هكا تكبر؟ هذيا هذيك سكر فاني. هذيك سكر أما فيه مطعم الفانيليا باش تنحي الريحة نتاع العظم. هذايا شنو ترى؟ فرينة. لا فرينة نعملوا بها الخبز. هذيك اسمها خميرة. خميرة تعرفوا الخميرة؟ نعرفها. هاي ادم صب لي الخميرة. أنا نعرفها الخميرة. أعطيني الخميرة. هذي باش تخلي الجاتو نتاعنا يكبر.
الكاتو نتاعنا تو باش يكبر. عطينا الفرن نتاعنا يسخن. انا مره ريت كاتو كبير فيه 23 نجم نصلو. بالحق كيفيت راه كيفيه الروسيت نتاعك؟ اما نسيت. كي تذكرها تقولنا مادام زلنا قاعدين مع بعضنا. بي اذا شنو قلنا؟ سكر. سكر, سكر شنو؟ با فاني. صحيت يحطوا لك سكر فاني. نعم مع بعضكم. ها فوالا نكته نكته. سكر فاني نتاعنا حطيناه. اخو وعلاش؟ مش ماكلتي. دونك اسمع مسنسين في الحاجات السكري شنو الحاجات اللي مغرومين بيهم تحبوا تاكلوهم انتم؟ سكر وحدو؟ لا 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 نقصد سكر مع كاتو. سكر مع كاتو اي؟ شنو اخر؟ وكاسيدة. اه؟ ولا مثلا نعرفش انا كخيب ولا؟ ما نحبش الخيب. بالحق؟ الشوكولاتة هذيا راسها كاسح. زبدة مرة ثانية. خلينا باكوها تعطينا حارتنا ب 100 غرام كاملين. اخي مرة ثانية زبدة. اي. الزبده هذه باش نقص لكم زوز مرسويت صغار هكا باش تحطوا كل واحد ياخذ شيره. ما تتحركش خاطرها. فوالا خاطرها زبده. شو باش تفضل باش تعديوا الزبده هكا في الواحد كامل. اوكي تفضل. فوالا لازم نعمل هكا الزبده. والله ما تلصقت لي. يا بط انت شو معك؟ تلصقت نتاعك. سافا؟ سافا. غالي صابتك الدوخة. لو ليتها باش تحط شوكولاتة؟ أحب الشوكولاتة. نيو تار كملنا كملنا يا فرد وقت كملنا ريت مقوينا. مسخنا الطاولة. يسيلش باش نرفوها معايا بقى. ايه كيما قلنا نحبوا النظافة. ايه فوالا هاوا جاتونا يا جماعة بدي يحضر. مسختولي بيدك. حطينا الشوكولا. سافا محمد شيخ. انا ما نحبوش هذاك الجاتو. عليه تو ذقتو انت مش ما تحبوش توا. ذقتو ديما نذوق. لا اذا متعمل اكيد ما ذقتش. توا باش تشوفوا باش تكتشفوا. بون باش نستنى شويه حتى يطيب. حتى الجاتو بالبسكويت. خاطر ما فيه شيء سهل ماهر. علاش هذا صعيب؟ هاو كان نعمل فيه. ما تعبتكش ولا تعبتك في الكوجينه؟ تعبتك. دي مش هكاكا وسخ لي في يدي راه. هاي اجا ناخذوهم هذوما زوز. فوالا. يدي نسخت. انت ما سختهالي. انت وسختهالي. امسحوا يديكم حتى لين ناخذوهم بيديك. اوكي؟ كل شيء تقسموها. كل شيء. دونك تو باش ناخذ المول اللي الاولاد دونك تحطوا فيه الزبده. غصصناها. غصصناها. خلصناها برضه. فوالا. خلصناها. ولا شوكولا. زيد عندي ماكلة مش حقيقية. شنو هي؟ هو عندي ماكلة مش حقيقية ومطبخ مش حقيقي. ها؟ لا وذيك. ومطبخ مش حقيقي. طيب كما تم ماما. احنا الجاتو أصعب شوية لا محالة. أما حضر باش نحطوه في الفور نتاعنا. في الفور. في الفور وبعد كي يحضر شنو يصير؟ ناكلوه. اي اما قبل ما ناكلوه نزينوا لصحنا نتاعنا نزينوا بشويه كيوي عنا كيوي نزينوا بيه الكاتو نتاعنا ودوك نتلاقاو في الصالون نعملوا ديجستاسيون تاعنا نتاع الميلك نتاع الكاتو الاخضر. اي نعرفوا الكاوي. هاي خليني نتعدى الفور فور 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 اهو الفور لحظه لحظه ادب الفور. ماكلتنا حاضرة الكسكروتات يشهيو
الجاتو زيد ريحته بنينه هكا خفيف. والجاتو تنجموا في عيد الامهات تعملوا حاجه كيفها في الدار ما؟ اي به عملتوا جو اليوم؟ اي برشا ولا برشا زعما يتفرجوا فينا عملوا جو معنا؟ اي كيف تعرفوا؟ خاطرهم خاطر عملنا جو. دوك كان احنا عملنا جو سك هما زيد نعديو لهم الذبذبات نتاع الجو يوليو يعملوا جو معنا ما؟ اي به تعرفوا انتم قبل ما نبداو نذوقوا الماكله اللي طيبناها شنعملوا هوني في ملاكيت شنعملوا؟ نقدوا الميكرو. قدوا الميكرو مثلا؟ اي وبعد ما نقدوا الميكرو شنو نعملوا؟ كها كها؟ معناتها تو تقولوا باي باي وتروحوا؟ لا اه شو يصير؟ نعملوا برشا حاجات نعملوا جو نعملوا جو به في نطاق الجو دائما باش نعطيكم شويه كادوات. موافقين؟ موافق خادم؟ اوكي نبداو بحاجة هكا اكسسوار سامباتيك. إذو ما بعثتهم كم جاسما كرياسيون دو بيجو. عايشك عايشك. تراه شوفوا شنو فيه. فوالا هكا باش هكاك تنجم تقعد تستحفظ عليها لابواك. شنو فيه؟ آه تراه اكتشفنا ما عرفش. شنو زعما فيه؟ حاجات الدور. فوالا. هذيك بورت كلي، تعرفوا شنو معناها بورت كلي؟ مفتاح. هذيك باش تحطوا فيه مفتاح. وهكا كيف كيف عندي منه في الدار نفسه؟ اي عندك حاجه تحط فيها مش نفسه فوالا عنده وحده عنده قبعه هذيك هكا قبعه اما من نوع اخر اي صحه هذيك نتاع الصحه هذي زاده تمسح تمسح فوالا هكا فهمت اللعبه بي هذي الكادو خاطر قبيكا ريتكم اعجبكم من عرف وحبيتوا تاخذوا اكثر اشكال هذاك خاكو ذكرك سوسيت اي فوالا هكا عايشك توا عندك برشا منها أب لا انت زيدا تفضل فوالا خلي بحذيك اوب بي انسويت هي الكادو بعث لكم اوبا فوالا هذا جديد لي شربني اكزاكتومون عايشك واو فما القبرة لازمك تكتشف شنو فيه عشان كذا بحذيك احليها بابيت كبيرة كيما كنت نصور تاكل ولا وعندك زيدة هذاك اللي وريته لكم قبيكا ريت كيما كنت نصور بابيت كبيرة اما انا تاع ديناصور ديناصور وانت حتى هو ديناصور زوز ديناصورات اي نجم تو نقبلو زي شعرف انا بابيت حتى ألو. انا نتفرج عليها هذايا الكادو من عند دونك يا ماما هذايا الادم اوبس ادم قبيكا كي جيتو من لون فوالا هذايا المحمد أكلا عندك بازل وعندك قصص وعندك دومينو وعندك هذا كنش ماك مغروم بالقراية قلت لي بالمطالعة وكل فوالا دوك هاكا عندك قصص ويميمة بعثوا لكم حاجة أخرى شنو؟ احنا اليوم شنو بشنو نحتفلوا؟ بعيد الأمهات دوك لازمكم تهزوا كادو لأمهاتكم يا أخي هما خموا في أمهاتكم بعثوا لكم قصص لأمهاتكم هذوما قصص برشا هذوما أون فيت مش قصص هذوما سي أون سيري من عند دونك دار يميمة نشر كتاب كتب نتاع كوجينا داكور دونك اي سي اون كوليكسيون يميمة دونك هاو برشا حاجات ها انت زيد تلعب اي اوكي باهي وانا زيد باش نكمل نلعب هذا الكادو من عند ميرسي بوكو يا ميمة دافوغ بونسي او مامون ميرسي بوكو برية هذايا من عند ماباد فوالا عايش وفي واو برية وكو هذا هو الموشيور الديناصور هاو هنا لميت زينة جنب بعض اللي شوي برية وقوم هذا مانيش نعرف فيه بالقوم زين البرية والقوم هذوكم أدوات مدرسية ما تستعملوهمش تو خليهم كي تمشيو للسنة الأولى عام جاي في سبتمبر كي تحلهم بقدي في الدار تلقى البرية والقوم والليفغ دو كولوغياج والأمبولة وشيخات عايشك صح عايشك بي أكثر كادو ألو هذايا الكادو من عند أبراكادابرا دونك نحب نقول ميرسي لابراكادابرا على الكادويت كل مره اللي محلاهم هذا الكادو المحمد عايز كادو الايدو وهذا كادو فورسيمون الايدو فوالا ترى نزيد نتاكد لازم نحلو بيان سور تعال شوف شنو فيه حلوه يا اخي حلوه هذا كبير ما كرهبه متكيه كرهبه ما هو برشا عليا شوف شنو فيه كاميونه بغيت نعاونك نحل معاك نحكي ايش انا ما برشا حاجات اهبط يا كاميونه اهبط يا كاميونه حلك هنا ونخليك مفاجاه ليك انت يا كاميونه اهبط من فضلك خطر كاميونه اهبط
وعندي هدية زيد عندي برشا حاجات. شيخات ها؟ اوبلا حلوة نشوف هاي اكتشف انت تا خليني نكتشف مفاجأة ليك اسمع تبع نخملوا كل شيء هذا كان تاع البيجو هاي اشتراه شوف كادروك هذيك واو واو شنو هذا هذا يا سيدي هاك هذاك جسم الانسان فوالا ريتو جيماجين وفهمتو باهي شنو هذا الوغ دونك هذايا كهرباء هذايا كاميون يا بوم قال لك تراك وورد اهاو ريت هذوما لي زيكزومبلير هذايا كاميونة تفضل ان شاء الله مبروك الكاميونة عايش فوالا وانت اقعد تعمل سيرش مع الشقة تبعدها وكمان وهذايا قال لك هيومن بادي موديل هذا جسم الانسان باش يا ريت كيما الطب انت تحب تولي طبيب هو ريت هاكا يوريك جسم الانسان وكل كل عضو من جسم الانسان وين تمشي بلاستو فهمت ما كنتوا وليتوا صحاب تاع نجموا تطلعوا مع بعضكم بالكاميونه وبجسم الانسان بي الوغ نكمل اخر كادو اما لازمكم تقعدوا خاطر هذا كادو لازمكم تسمعوا بالكدا باش ما تضيعوش نحن نتاع ماكشي سيتي شو اسمه؟ ماكشي سيتي ماجيك سيتي اكزاكتومون هذا كارت بعثت لكم ماجيك سيتي ماجيك سيتي اللي هو دونك في ازور سيتي في البونليو سود هذايا لو بارك انتم ماريتو عاد اللي ما تعرفوش نعرف هذا برشا وقت هذايا تمشي تلعب اللي تحب تلعبوا الكل هوني حاطوا لكم فلوس شارجيو لكم الكارتة باش كل جو تحبوا تعملوا تعديوا الكارتة وتدخلوا تلعبوا تتفردوا وتشيخوا بي كي توفى الكارتة هذي تنجموا تعاودوا تشارجيوها غاديك اما هي توا بعثوا لكم لو كادو مشارجي اوكي دوك الكارتة هذي تردوا بالكم عليها وتعطيوها تخبي لكم اما ماما ولا بابا اوكي توا كل واحد فيكم باش يغزل مثلا نبداو من عشكون يحب يبدا ادم ولا محمد باش تغزلوا الكاميرا عندكم لا كاميرا هذيك ولا كاميرا هذيك هذيك تبدا انت نحبك تقول تسلم على العباد اللي تحب تسلم عليهم تتعدي ميساج لامك خاطر عيد الام هيت اللي تحب حاسيلو قدام الكاميرا وتفضل خديكا باهي انا نحب برشا مامتي خديكا خديكا باش تشوف ان شاء الله مبروك الماما وخاطر مبروك شنو؟ مبروك عيد الامهات ونحن نسلم على بايرم وهارون وبادو وانجي وادم وتكسر الكرسي نتاع ملاكيت لا مي لا خلي الكرسي رايح باش نسمعوك بالكدا هاي كهو كهو سيغ ونسلم على بابا فوالا وجدتي وعزيزي وخالتي سلموا عليهم الكل فردا فردا يا ربي فضله لكم الكلكم بي كهو تاو انت تاو انت يا غاديك الكاميرا هذيك نسلم على معلماتي نسلم على اصحابي نسلم على ماماتي وباباتي وحتى من بيكا زيدا زيدا عايشك وصل السلام انا اول واحده وصل لي سلام ها عن زيدا بيكا عايشك يا ربي ها نسلم على مامياتي وباباتي ربي فضلهم لك يا ربي كهو اوكي انا نسلم عليكم الكل اللي تفرجوا فينا وخاصه الامهات الكل ونسلم انا زيد على ماماتي ونسلم برشا على ماماتي ونسلم على خالاتي وعماتي وكل عام وانتم الكل حين بخير يا ربي وعندي طيبة ايش عندك وعندي وعمتي وعمتو نسلم عليها برشا زيد برشا وجد دي. وجد اسمع بربي يقعد معنا خاطر كان نسلموا عليهم الكل اي كم جدي اي هكاها فما شكون يحب قلنا يروح يجرب يطلع على الحصان تفضل انا اي هادي نحب نحيي لي سوبر ايروين الامات الكل على خاطر اليوم عيد الامهات دونك نحب نتمنى لهم عيد سعيد ويا ربي فضلهم لينا بيان سور نترحم على كل ام مشات وعلى كل ام خليه بلاصتها الامات راهو بالحق متعديت على خاطر فما الام اللي تجيب فما الام اللي تربي فما الام اللي ما عندهاش صغاره ما عندها حب كبير للصغار الكل فما الخاله فما العمه فما المامات فما معناتها حتى كان يبداوش صغارها ديريكتومون ما الجو لو رول نتاع الام دونك ليكم الكل يا ربي فضلكم لينا ويا ربي يخليكم صحه صحتكم
وقد ما باش نقول لكم كلام باهي وقد ما باش نبعث لكم حب وشويه، دونك يا ربي فضلكم كل عام وانتم حيين بألف خير. محليكم.